22 دقيقة عملت $112، تهتموا لها كثير لأنه بيأثر على تقييمك. طبعا في استراتيجية معينة عشان ترتب البوكسات. ويا مرحبا بأحلى متابعين، اليوم معنا حلقة جديدة. اليوم طالع أجرب شغلة هي مو شغلتي، ولكن أنا بحب أجرب الشغلات الجديدة، وأنصح الناس العرب الجداد هون أو العرب اللي عايشين هون في طرق كيف يقدروا يعملوا مصاري، وإن ما كانت يعني هي مصدر الدخل الأساسي ولكن تقدر تخليها مصدر دخل جانبي. اليوم رايح اجرب اكون سائق مع امازون. نزلت برنامج اسمه امازون فليكس، هلا بورجيكم اياه، واخذت اول طلب عليه، فالان انا متجه على امازون اخذ هاي الاغراض اللي راح يعطوني اياها ونروح مع بعض نوصلها، وراح اشرح لكم كل التفاصيل ونجرب هاي التجربه مع بعض. هذا هو طبعا برنامج امازون فليكس، نزلوه من الاب ستور، بعدين تدخلوا عليه بتقدموا بتحطوا كل شيء. فهون على الصفحه الرئيسيه اللي هي هون تقدر تكبس على offers وبتصير تعمل ريفرش يعني تحديث، بحيث انهم بعطوك طلبات جديدة. بتدخل هون على schedule بيطلع لك شو طلبنا لليوم. طلبنا لليوم يا شباب بيبدأ على الساعة 12:45 وبنتهي على 5:45، يعني انت قاعد عم تحكي عن شغل 5 ساعات راح يدفعونا فيه 112 ساعة. هلأ اذا اخدتنا فعليا 5 ساعات مع البنزين صراحة ما بتوفي، فالنقطة المهمة اللي راح نشوفها هل منك نقدر نخلص الطلبية بوقت أسرع. ولكن الآن خلينا نروح على الموقع الاستلام، بين هون على الساين أمازون، معناته نحن في المكان الصحيح. طبعا مجرد ما أنت تكون خلص وصلت جوا المنطقة بيطلع لك خيار أنه أنا موجود وصفيت السيارة، فراح أحط هايف بارك. هون بطلبوا منك أنهم يتحققوا أنك أنت الشخص اللي معطيهم الهوية 100%، فهيك بنعمل بيجن. راح يطلبوا منا صورة، خليني أتصور. هلا مفروض يتحققوا من هويتنا ومن شكلنا، بالعادة بتاخد 30 ثانية. هيك وافقوا على الصورة وهيك تفعلت الاي دي اللي هي الهوية. بصدل انه نفوت جوا ونوفق الاي دي وهيك نقدر نبلش شغلنا. فهلأ هون اكيد ممنوع التصوير، فخلص راح اصور لكم اياها من برا واحاول اشوف اذا قدرت اصور من جوا عشان اشرح لكم التفاصيل. طبعا هون بخلوك تستنى عبين ما يلاقوا لك مخطط لرحلتك ويجهزوا لك كل العناوين بطريقة انهم يكونوا كلهم ورا بعض. فمثلا عندك 40 اوردر، هدول ال 40 اوردر بكونوا موجودين داخل دائرة تقريبا 4-5 كيلو، فانت ما بتبعد كثير، بتضلك تلف بهالمنطقة وبتوصل كل الاوردرات بهالمنطقة. بيحكوا لك انه اذا هم طولوا زيادة او ما لقوا لك طلب خلاص بيدفعوا لك الحساب وقولوا لك روح. ازاي بقى انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ لا بزبطش، احنا ان شاء الله يعطونا طلب عشان نكمل الحلقة وتشوفوا شغل امازون، وان شاء الله يكون في استفادة للناس واللي عايش بامريكا واللي جداد امريكا يقدروا يستغلوا هذا الاشي. طبعا هلا نسيت اصور لكم وانا جوا، اعطوني هاي عشان البسها. بيست فوق بيست، اشي مرتب بيطلع. صارت الساعة 12:59، يعني ربع ساعة، كمان ربع ساعة راح استنى هون، اذا مش تمام راح ادخل عليهم جوا واشوف شو المشكلة. ايه السلام عليكم، ثلاجة فيها مية، قلنا جعان قوي. للناس اللي مجربة امازون من قبل اكتبوا لنا تحت بالتعليقات هل دائما في تأخير نفس هاي الطريقة ولا لا. طبعا انا عارف هيجيك استاذ ابو العريف يقول لك اطفي المودم وشغله، فنحن راح نطفي ندخل هون. شايفين يا اخوان هذا اللي كنت بحكي لكم اياه، نو افيلبل روتس. طبعا يا اخوان انا هيك بكون عملت $112، يعني غضون فيش شو نص ساعة، اقل من نص ساعة بس مسافة الطريق. فبنصحكم بامازون، لا بمزح معكم، هاي لسه يعني تجربة بسيطة بسيطة بسيطة. خلينا نرجع نحاول ناخذ طلب تاني ونشوف شو راح يصير. بس احنا هلا عندنا بالحساب هون قديش؟ $112 الساعة 1:07، اي ساعة انا كنت هون 1:45، يعني خلال 22 دقيقة عملت $112، $5 في الدقيقة عملنا.
هذا هو امازون. يا سلام على امازون. بس ما خلصنا لهون، لازم نرجع ناخذ طلب تاني ونجد جد نجرب الشغل. بس وجهكم حلو علي. الطريقة اللي هي انك تلاقي فيها الطلب، خلينا اورجيكم. انتو هون عندكو الحساب كامل عن موضوع السكيدجول، انت هيك بتدور على اوفرات جديدة زي ما كبسنا. غير هيك طبعا هون بطلع لكم لما يدفعوا لكم، بطلعوا لكم الهيلث كير. طبعا امازون بعطيكم تأمين في شروط. هون انت لما تستحق الشروط تبعتك، يعني اذا انت اشتغلت معاهم 192 ساعة بعطوك 638 دولار، بس شرط انك تثبت لهم انك انت معاك تأمين. اما اذا اشتغلت 321 ساعة ما بين فترة شهر 1 وشهر 3، يعني ما يقارب 3 اشهر، اذا اشتغلت معاهم 321 ساعة بعوضوك 1275 دولار. وطريقة الاثبات بتكبس هون وبتبعت لهم الاثبات انك انت معاك انشورنس وبعوضوك اياه بسهولة. فانا اللي عامله هون منزل هذا البرنامج اللي هو اسمه فليكسر. طبعا بعد ما نكون عملنا كومنكت بندخل هون على ستارت سيرتش وبنضغط على ستارت. وظيفة هذا البرنامج يا شباب هو بوت بحاول يلقط لك اي طلب موجود حواليك ويعطيك اياه مقابل 3%. يعني اذا انت طلبيتك 100 دولار باخذ منك 3 دولار عبين ما يلقط لنا طلب. وانت بالعادة معاك 5 دقائق اذا كان الطلب بعد 45 دقيقة. اما اذا كان الطلب بعد ساعات فانت معك 45 دقيقة تلغي الطلب قبل ما يبدأ. هاي المعلومات مفروض تهتموا لها كثير لانه بيأثر على تقييمك. طبعا هون هو لقى 30 ويرهاوس لامازون بلوس انجلس مناطق مختلفة. هيو عم بدور على كل واحد مطلع له 0000. فانت بتخلي هذا الجهاز شغال زي هيك لحاله عبين ما يلاقي لك طلب. طبعا انا بهاي اللحظات ما كان لي غير اب مازن. اب مازن اعطيها تحية للكاميرا. أيوة احلى تحية للكاميرا. وين الكاميرا؟ لقى طلب اليوم على الساعة 6:45 للساعة 9:45 مقابل 67 دولار. فأنا صراحة رح ألغي هذا الطلب لأنه شايفه مش مستاهل. لأنه أبو مازن إنك أنت تروح من بيتك لإيرفاين وترجع ومع البنزين الشغل تبعك، شيل البنزين خلينا نحكي 15 دولار، يعني بصفي لي تقريبا 50 دولار بأربع ساعات. يعني أنا بشتغل تحت المينيموم ويج، يعني المينيموم ويج بكاليفورنيا 16 دولار. خليك معي ثانية أبو مازن أورجي المتابعين كيف رح ألغي الطلب. هلأ من نفس البرنامج هذا رح أدخل على هذا السكشن وهي الطلب اللي جانا اليوم. فهيك رح ألغي الطلب ونرجع نشغل البوت ونكمل حكينا مع أبو مازن. توضيح سريع يا شباب، أبو مازن هو لقب وليس اسم وما له أي دخل. مش مبلغ يا أبوان، هذا زين. اشرح أنك أنت مش أبو مازن. زين شخص بيعاني من مشكلة انه ما بيعرف ينادي الناس باسمها الطبيعيه، يعني لا بنادي جهاد باسمه ولا بنادي شادي باسمه ولا بناديني انا باسمي. انا شخصيا اسمي وائل. هلأ في شيء انتبهت عليه هون، انه ماشي هم عملوا كانسل للأوردر ولكن الوقت هذا لسه حاجزين الاكاونت فيه. كل الطلبات رح تيجي بعد 5:45. فانا حاليا ما رح اقعد استنى طلب حاليا، ولكن بدي اشوف اذا في طلب مستقبلي بوقت مناسب وبسعر مناسب عشان اخده. وهيك صرنا بيوم جديد واليوم لقيت طلب نفس طلب امبارح من الساعة 12:45 للساعة 5:45. الآن أنا موجه لأمازون. هالمرة راح تكون أسرع لأنه شرحنا كل التفاصيل مبارح. طبعا شوفوا شو صار معاي من السرعة ومن الحماس، طلع بكرة مش اليوم. خلينا أورجيكم مع بعض كيف بدي أحاول أخذ طلب بس بدون البوت. اليوم كان أحاول أجيب إشي بالمنطقة اللي أنا موجود فيها زي هذا. طلع هيك بكون راح عليك. راح نضل نحاول، يعني هيك لازم انت تخلط طلب بعدين تروح تكتشف شو هو. من الساعة 3:15 للخمسة للثمانية وربع، فما رح اقعد استنى للثلاثة وربع. نعم صحيح من بارح دفعوا لنا مصاري بدون ما نشتغل، ولكن احنا بدنا نشوف هذا الموضوع على المدى الطويل. يعني انت لو بدك تاخذ امازون كشغلك كامل ما بتقدر تركن انه والله يوم دفعوا لي كامل ولكن يوم تاني مثلا ما لقوا لي شغل. فخلينا ندور ونشوف ونكمل البحث مع بعض. صراحة يا اخوان انا استسلمت
اني الاقي اوردر عن طريق البرنامج. فاللي راح اسويه ندخل على برنامج الفليكسر ونشغله، وهيك بنكون لقطنا هذا الطلب من الساعة 1:45 للـ5:45، يعني 4 ساعات ب$108. خلينا نخليه، راح اضل استنى هون بالمنطقة اخلص كم من شغلة على التليفون وننطلق مع بعض. طبعا وهيك يا شباب بنكون وصلنا على امازون. فهلا زي ما انتم شايفين حطوا لي شو هي الباكج اللي بدي استلمها، لازم بدي ادخل جوا واعملها سكان، بعدين بستلم الطلبية وبكمل معاكم واحكي لكم شو بيصير. هون لازم يجي تحققوا من هويتك، هيك بنكون تحققنا من الهوية، وهاي هي تبعتنا، نتأكد مكتوب هون 104، هدول الباكجز. يلا خلينا نعملها سكان ونطلع. طبعا في استراتيجية معينة عشان ترتب البوكسات، فأنا هلا راح أورجيكم كيف هاي الطريقة. بس بالعادة عندك هون بيجي زي أحرف، هدول الأحرف بترتبهم مثلا الـ A لحال والـ B لحال مثلا والـ D لحال، زي ما هو هون الـ A هناك، B، C بالنص، و D هناك أو D بالصندوق. ضايل عنا هدول نحطهم، خلص اخر واحدة دي. فهلأ اول مكان راح نروح عليه بعيد 27 دقيقة، ولكن مش كل الطلبات زي هيك. اول طلب بيكون بعيد، بعدين كل الطلبات بعيدة عنه بالكثير 5 إلى 6 كيلو. طبعا السيارة معبية طلبات زي ما انتم شايفين فل والدنيا عجقة، ولكن في اشي انا نسيت اسويه. طبعا الاشي اللي نسيته هو اني البس الفيست تبع امازون. طبعا بدك تسأل ليش بدك تلبس الفيست تبع امازون، ما حدا شايفك بتقدر لا انت فيست امازون بتلبسه عشان لما تدخل على بيت الناس ما يستغربوا يقولوا مين هذا اللي داخل علي او مين هذا اللي دخل جوا البيت. ما بالعادة انت بتفتح باب البيت الرئيسي اللي برا وبتحط الطلب مثلا على المدخل على الباب. فهلا خلينا البس الفيست واغير بطارية الكاميرا ونكمل طريقنا ونكون جاهزين. هيك نحن جاهزين، فيلا عليهم. طيب بدك تسألني انا كيف بدي اعرف شو الطلب اللي راح يجيني، معي كتير طلبات مش عارف شو اسوي، وين اروح، شو هاي. هلا بورجيك. هون زي ما انتم شايفين هون كاتبين انه راح يكون انفلوب، يعني كيس صغير، والحرف راح يكون عليه بي بي بي. فانت بدك تدور بسكشن زي ما حكينا، هذا A وهناك C وهنا B. فانا باجي بدور بقسم B، بدور على الاسم اللي مكتوب، بطابق الرقم، هيك بتكون تمام. طبعا اي ملاحظات بتكون مكتوبة هي هون كاتبين مثلا اول طلب access لازم box over fence by dog hole، يعني انت بدك ترمي البوكس فوق الحاجز. فهم بكتبوا لك مرات بكونوا كاتبين لك بتكبس كبسة بيفتح الباب. فهلا خلينا منشوف مع بعض. وطبعا عشان نحسب الوقت يا اخوان، هلا الساعة 2:06، يعني اخذتنا تقريبا ربع ساعة لتلت ساعة، يعني ضافت شوي انا عشان قاعد عم بصور، وهذا الاشي راح احسبه، يعني مش كل حدا بيطلع بيشتغل بكون بصور. وهيك نحنا بنكون تقريبا وصلنا عند اول طلب. هلا بننزل مندور على الباكج، تمام عند بي، قسم بي، نحنا عند قسم بي دقيناه، هذا هو. طبعا هو بقول لك انسخه، فهيو خلص حطوا لك هاي التك، بتكمل بعدين بتحط كونتينيو، بتحط انك انت وين نزلت هاي الباكج، يا على الباب، يا اعطيتها لصاحب البيت، يا للريسبشنس اذا كان محل، او حطيته على جنب. فاحنا راح نحط انه حطيناه عند البيت، كونتينيو. خلينا نروح ننزلها. دليفريز. بعدين بقى في حالته بتوحش دي على الصبح. هيك منكون وصلنا اول طلب، حطينا انه حطيناه بالبوك زي ما هي كاتبة. منكمل هيك راح يخدنا على العنوان البعدي، راح يكون بعيد 3 دقائق، فخلينا نطلع على العنوان البعدي. وهلا وصلنا عند احدى الطلبات الكبيرة، هاي هي الطلبية، خلينا ألفها. طبعا هون حطيتها ورا الباب عشان ما تنسرق، أصورها صورة، وهيك أمورنا تمام. ضايلنا 36 أوردر، والساعة قديش؟ الساعة 3. هيك لما أنت تكون بعيد شوي عن العنوان، هلأ راح نروح نمشي، مجرد ما أنت دخلت جوا هاي الدائرة بزبط تنزل الأوردر. طبعا زي البيت اللي وصلنا له هلا في عليه كود، فنحن بدنا نشوف وين بنكتب الكود ونكتبه. هي هون كاتبين لنا تس اكسس كود 9617 2 3. هي هيك هلا السياره بتطلع، الباب بكون فتح، وحظنا حلو لا راح نكتب رقم ولا شيء.
هي هيك عملنا لها سكان كونتينيو كونتينيو رقمها 4207 4207 مية مية. انا طبعا ما راح اصورهم كلهم، راح اصور لكم الاشياء اللي انا بحس فيها معلومات واشياء تفيدكم، فما راح اشرح عن كل شيء. هلا راح اطلع اصور كم من اوردر واصور لكم الاشياء المهمه واحكي لكم رايي بنهايه الحلقه. هاي ال 22 طبعا هون بدي اورجيكم مثال بسيط على التكنولوجيا اللي واصلين لها امازون، في انه الباب هو مسكر يعني من هون، هيو حاطين لك صوره الباب اكبس انلوك، مفروض انه الباب يفتح لحاله. شايفين كيف؟ يعني انا من عندي من البرنامج هون فتحت الباب وهلأ بكمل الطلبية عشان أروح أوصلها للمكان الصحيح. تمام، خلينا نشوف بالأوردرات الموجودة بالصندوق. بي آه هاي بي أوكي، هاي هي طلع موجود جوا مكاتب وأنا قاعد بدور عليه صار لي سنة. هيو طلع هذاك المكتب الأخير اللي موجود هناك. أنا حاس حالي يعني مش أكيد 100% راح أتأخر وما راح أقدر أخلصها على الوقت لأنه كنت بصور وببعت بالأوردرات، بتحس كأنهم حاسبينها على القد يعني على القد على القد. خلينا نشوف شو راح يصير معنا. بعد آخر 5-6 أوردرات كانوا بنفس المجمع السكني، ففي مرات بكون في توصيلات سهلة ومرات توصيلات صعبة. بتعرفوا كم الساعة هلأ يا شباب؟ 5:43، يعني ضايل معنا دقيقتين ولكن ضايل عنا 3 طلبيات، فأتوقع أنه رح نتأخر يعني 5 دقايق بالكثير، ولكن خلصنا تقريبا على الوقت بالضبط. أوكي إن شاء الله يكون آخر طلب يعني مش معقد. هذا الزلمة أول ما شافني جا متحمس مفكرني أوبر. يا عم نحن تبعون أمازون اليوم. هيك بعد ما وقعنا وهيك نحنا منكون خلصنا. خليني بس اوصل على البيت ارتاح وان شاء الله بصور لكم وبحكي لكم تفاصيل اليوم، بحكي لكم معلومات صارت معي اشياء صارت معي وهل انا بنصح بامازون ولا لا. بس هيك نحنا منكون خلصنا رحلتنا، فخلينا هلا نوجهها على البيت. طبعا اذا انت وصلت لهاي اللحظة وما عملت سبسكرايب لايك وشير وبعت الحلقة لكل اصحابك اعمل قطع لايك رولي ولا الله ينور ما تقل. لا تخليك زي هيك وحط سبسكرايب هسه هسه هسه. يلا عليهم عليهم، خلينا نشوف الدعم النار، خلينا هلا نكمل على البيت. طيب يا شباب وانا هلا وصلت البيت، ولكن وصلت البيت باليوم الثاني لاني رجعت جربت كمان مره وقلت خليني اعطيها كمان تجربه، ولكن قلت خليني اجربها بدون كاميرات. فلما جربتها بدون كاميرا الصراحه اخذ معي اقل بساعه، يعني الشغل اللي بخلص بخمس ساعات خلص معي باربع ساعات. فهيك انت الحسبه كلها بتتغير معك لانه بتفرق معاك بالساعة. شغل امازون يعني يعتبر شغل نوعا ما جيد اذا انت بدك تاخده لجانب شغل فعلي او انه بدك تشتغله، ولكن بدك دائما تكون مركز على البرامج، دائما تحاول تاخذ طلبات، ترتب جدولك بحيث انه يوميا تقدر تطلع بمبلغ يناسب المنطقة اللي انت بتعيش فيها. زي ما شفنا اول يوم قدرت اعمل مصاري بدون ما اشتغل، ثاني يوم اشتغلت ولكن الوقت كان بالضبط زي ما هم حاطين لي اياه، ولكن كان السبب اني كنت بصور. اما في اليوم اللي جربته بدون تصوير قدرت اخلص باقل من ساعة بعد المايلج كلها اللي مشيتها وبعد ما عملت حسبتي كاملة. انت بامازون يعني باسوأ الحالات بتقدر تطلع المينيموم ويج اللي هو $15 بالساعة، ممكن توصل ساعتك $70. $70 كيف بتوصل؟ اذا انت عملت طلبات اللي هي بسموها امازون فريش او امازون هول فود، تقدر تاخذ طلب ساعتين $70 وتخلصه بساعة واحدة. فاللي حاب يشتغل امازون كون عارف انه انت ممكن ساعتك تكون في يوم من الايام بين $15 و$25، ممكن ايام يكون حظك حلو تعمل $70 بالساعة. هيك انا بكون عملت تجربة سريعة على امازون، اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا حابين نعمل تجارب تانية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة، استنونا في حلقات جاي نعملكم تسريب للحلقات الجاي، راح يكون اغلبها مواضيع تجارة. جيتني شحن كبير كبيرة عم بجهز لها صار لي فترة، فراح يكون في عنا شحنات وعنا شغل عن التجارة كثير. هيك بنهاية هاي الحلقة لا تنسوا الاشتراك لايك وشير، وبشوفكم في حلقات تانية وإلى اللقاء.